الله الرحمن الرحيم. بعد اكمالنا الاسبوع الاول من المتراب المفتوح عن الطعام، وقد تضامن وتفاعل معنا اكثر من 230 سجين. ليس انهم متعاطفين مع معاناتنا بالخصوص، وانما هم شركاء لنا في المعاناة، ويتقاسمون معنا الظروف القاسية منذ عام 2017. وان المؤسسات المحلية كالمؤسسة الوطنية وامانة التظلمات ومفوضية السجناء ما هي إلا مؤسسات شكلية المهام تعمل على تبيير انتهاكات وزارة الداخلية أمام المحافظ الدولية. وهذه المؤسسات طيلة الفترة الماضية لم تقم بالدور المنوط به لتحسين أوضاع السجناء، بل كانت زياراتهم الدورية والانتقائية تنحصر في مضان لها امتيازات خاصة من قبل إدارة السجن، بينما سجناء الرأي يتعرضون بشكل يومي إلى انتهاكات ومنهجة جسديا ونفسيا منذ سنين دون تغيير في سلوك الإدارة، مع تعاقب عدة إدارات مع السجناء، ومع ذلك الأسلوب العام لم يتغير، وازداد الأمر سوءا بعد القبضة الأمنية على السجن. منذ يناير 2017 فقامت إدارة السجن الحالية بممارسة أسلوب العقاب الجماعي، فنحن نقع في زنازين مغلقة طيلة 24 ساعة ومستقبل السجناء، حيث تستوعب الزنزانة الواحدة 8 أشخاص ويضعون في كل واحدة منها ضعف العدد. كما أن الرعاية الصحية في حالة تردي مستمر، والخدمات العامة المقدمة سيئة، وتفقد إلى أبسط قواعد الحقوق الإنسانية كمياه الشرب والواجبات المقدمة وانقطاع الماء ورداءة المكيف بضمن عن تقليص حصص الزيارات توقيتها. كما أن حالة التعدي الجسدي في حالة ازدياد وأكثر قسوة دون اكتراث بالشكاوي المقدمة ضدها، لعلمهم بعدم حصول محاسبة للمتورطين في الانتهاكات وتكريس سياسة الإفلاس من العقاب. ناهيك عن المنع من إقامة الشعائر الدينية وبالخصوص الجماعية بأريحية في أجواء مريحة، بل تصادر الكتب الدينية ويتم منع ادخالها، وتعرض العديد من السجناء لعقوبات إدارية بين ممارستهم شعائرهم الدينية. وعليه نؤكد لكم بأننا سوف نواصل إضرابنا عن الطعام حتى إلغاء القيد الأمني علينا، ونطالب مؤسسات المجتمع المدني الدولية بالضغط على السلطات البحرينية والالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية.